Al-Rahman al-Muslimat wal-Mu'minin wal-Mu'minat khususun ila al-Rahmi al-Rahman al-Fahmu amwalam wajalam wa ansurkan ma'imati halal majlid Allah hidga syahad al-Rahman wa'ala al-Azhi ya'udhiyyan al-Salihah wa ila khadrat al-Nabi wa ahlibati al-Kiram wa bisiri asrari surat al-Fatihah A'udhillahi minasyaitan al-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد لا اله الا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا اصحاب رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر وارض وبلغ وتقبل وتنزل وما قرانا وما فعلنا بالانواع الخيرات في هذه الساعه هديه واصله وبركه شامله وصدقه متقبله نقدم ذلك ونوديه الى حضره سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وأكوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليه أجمعين وعلى آل كل وصحابة من قرب والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمرسلين وسادة المسلمين للمحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ورجالنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وقرباتنا وجيراننا ومن أحبنا وأرسل إلينا من أوصانا بالدعاء ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح أهل من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم لعمارة هذا المسجد أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عن والدينا ووالديهم وصلهم وفروعهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر الله برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل